بعض الناس يحرص على أنواع من العبادة ويترك المحرمات، ثم بعد ذلك يأتي يوم القيامة مفلسا. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي بأعمال، في بعض الروايات أمثال الجبال، من صيام وصدقة وصلاة وجهاد غير ذلك، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. هذا مفلس، لأنه قد تنتهي حسناته ولا يبقى له شيء منها، وقد لا تكفي حسناته لإيفاء خصومه، فيؤخذ من سيئاتهم وتلقى عليه فيطرح في النار. صلى الله عليه وسلم. أهم ما على الإنسان براءة ذمته، ويترك ما يتعلق بالناس إلا من نصحهم، أما أن يتكلم فيهم ويغتابهم ويأكل أعراضهم ويسفك دماءهم ويجحد أموالهم، هذا هو في الحقيقة المفلس، وهذا مثل هذا لا يعان على نفسه.